في انسمام باش نخرجوا التصنيف النهائي. خاطر توا احنا عندنا نعملوا في ليكسبلوطاسيون ودي سي ان سمان باش نخرجوا التصنيف النهائي ان شاء الله. احنا توا رانا نطبقوا في لي ديريكتيف نتاع منظمه الصحه العالميه. عندنا توت ان ريزو على طول الشريط الساحلي مكون من اكثر من 500 اكثر من 500 نقطه. هذه كل نقطه نعملوا فيها ليزاناليز معناها اناليز دو لابوراتوار, ولكن اون باراليل افلا او نيفو دو شاك بوا نعمل لونكيت انفيرونمونتال باش نشوفوا لي سورس ايفونتييل ولا لي سورس بوتونسييل نتاع البوليسيون. هذوك الكل ندخلوهم يصير لي دوني هذوما يصيرون كومبيني في لوجيسيال, واللوجيسيال يعطينا التصنيف. خاطر عندنا 6 تصنيفات من حسن جدا الى تري ميديوكر, فهمت؟ وهذايا ما تنجم تعرفوا الا باللوجيسيال, واللوجيسيال الا ما تكمل لي دوني الكل. توا انا اليوم ديجا جماعه سور بلاس خاطر نعملوا فيريفيكاسيون في كالكو بوان, لانه لازم تحريات كبيره, لانه احنا باش نخرجوا اللي شط الفلاني راهو ما يصلحش للسباحه معناها سي ان انجاجمون سي ان ريسبونسابيلتي. حتى ما صارت تساؤلات من طرف بعض المتساكنين بتاع المنطقه باعتباره انه خرجنا مثلا النقاط اللي فيها اشكال, فهمت؟ ومن بعد تم التوضيح وهذا. خاطر احنا وقت اللي نخرجوا الشط الفلاني راهو ثم دي كوردوني معينين سو بلان جيوغرافيك سو بلان حتى تمبورير وتكون بريسيز. هما وقتها فهموا بلي كونوا الشاطئ الكل نتاع حمام لنف ملوث على كوسيني بافري, احنا نصوم اوبليجي باش نخرجوا التصنيف ولازم نتاع هذوما باش يكونوا ما فيهمش نقاش, لانه احنا لي كلاس نتاع تري ميديوكر الكل باش نطلبوا منهم من السلطات المعنية تقوم بالتعليق اللافتات والمنع زاد. فهي الشواطئ هذه ماهيش من مشمولات منين, مشمولات الوكالة هذيك نتاع لابال هذيك نتاع تهيئة الشريط الساحلي. بالنسبة لنا احنا رانا نراقبوا النوعية سو بلان سانيتير, احنا الى فوا نخرجوا التصنيف مش نقفوا غادي. شبكة تمس كافة الشريط الساحلي اللي يمتد على 1300 كيلومتر, معناها الشواطئ اللي فيها امكانية نتاع السباحة كلها مراقبة وتكون حسب برنامج معينه بري تبلي مسطره حتى بعد ما نخرج التصنيف. راهو ونقطه مثلا خرجت فيها ممنوع السباحه صافي قدير احنا باش نتنساوها معناها باش نواصلوا المراقبه فيها وتنجم اون كور دو طون اون كور دو روت بوندون لا سيزون. اذا كان الفاكتور اللي رجع